بداية مخيم الزعتري كانت بداية بسيطة، حيث بدأت العيادة نشاطاتها منذ اندلاع الأزمة السورية. تم افتتاح العيادة النسائية التابعة لجمعية العون الصحي الأردنية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في 1/8/2012. كانت عبارة مكونة من طبيبة وقابلة. بدأنا بتقديم خدمة الولادات الطبيعية خلال شهر حزيران 2013. فخلال الفترة 3 سنوات السابقة عملنا على تطوير العيادة وتحسين الخدمات المقدمة لهم. أصبح لدينا غرفتين للولادة، كل غرفة بتحتوي على سريرين للولادة، وفي كل غرفة يوجد أيضا حاضنات للأطفال حتى نستطيع أن نستوعب أكبر عدد ممكن للولادة. العيادة هون النسائية مقسمة لعدة أقسام. فأول قسم هو قسم الاستقبال. في هذا القسم بيتم تصنيف الحالة، فإذا كانت حامل يتم تسجيل أو عمل كرت لمتابعة الحوامل، أما إذا كانت المريضة تعاني من آلام ولادة نحولها إلى قسم التوليد. المرحلة الأولى طبعا المريضة هون يتم فحصها، متابعتها، أخذ العلامات الحيوية لإلها، عمل تخطيط للجنين ومتابعتها إلى أن يصبح التوسع كامل لإرسالها إلى المرحلة الثانية. هاي أول مرة باجي على العيادة إنه بكون في وجع وعارفة حالي إنه يعني بدي أخلف. عند انتهاء ولادة المريضة يقوم طبيب الأطفال باستقبال الطفل وفحصه بعد الولادة، وضع العلامات الحيوية له لمتابعة أي مضاعفات بعد الولادة. يتم إرسال المريضة إلى القسم الثالث ويسمى بالبوست نيتال. أنا مريم، معي أحمد وملاك، أول توأم بالعيادة هون. بشكر الكادر الطبي. لما المريضة تيجي عندنا ويكون حالتها صعبة ننظر بداية الحالة إيش هي. فأول مكان لنا هو مستشفى المغربي داخل المخيم. بتم التنسيق مع طبيب النسائي الموجود في مستشفى المغربي ونعطيه معلومات عن المريضة. نشتغل يد في اليد مع مستشفى العون خصوصا الذين يرسلون إلينا الحالات المعقدة أو جميع الحالات التي تستدعي عمليات جراحية. مبروك. يلا ابتسام. يلا. أشكر صندوق الأمم المتحدة بدعمها لجمعية العون الصحي الأردنية اللي من خلالها قدرنا أنه مبارح وصلنا العدد 5000. كانت ولادة طبيعية لطفلة اسمها ريما.